ليا أولى محطات صباحنا غير لليوم، رح نتعرف فيها على علاقة الرقم بالحرف، علاقة يمكن لو فهمنا تفاصيلها رح نتعرف على كتير من المعلومات اللي ممكن تغير نظرتنا لكتير من الحسابات بحياتنا. أسئلة كتيرة رح نتعرف على أجوبتها لليوم مع ضيفنا باستوديو صباحنا غير، أكيد الباحث بعلم الأرقام والأحرف ثابت الحسن. يسعد صباحك. صباح الخير، الحمد لله على السلامة، الله جاي من يسلمك. طرطوس على أكيد الشام. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحك يا صباحك رب. يا رب. يعني شفنا كتير دارج انه الناس يحسبوا لبعض ما عن طريق الاسماء الاحرف او عن طريق الارقام، بتجي مواليد ويوم الولاده والساعه تمام. ايضا كمان صحيح. بتاثر. خلينا نحكي شو الفرق بين يمكن الاحرف، الحساب بالاحرف والحساب بالارقام. طبعا المواليد هي علم قائم بحد ذاته، حساب الخارطه الفلكيه لهذا الشخص. علم الفلك هو علم واسع وكبير جدا جدا، من ضمن هذه العلوم هو علم الحرف والأرقام، ارتباط الحرف بالرقم بشكل مباشر، كون الحرف بيمثل الجسد أو الصورة الحرفية، والرقم يمثل الروح، طاقة هذا الحرف. العلماء طبعا هذا العلم منتشر مو بس بالوطن العربي، كونه عم نحكي على الأبجدية العربية، منتشر بكل أنحاء العالم، وأساسه من يعني انتشر من كان بمصر الحضارة القديمة إلى اليونان إلى الهند حتى في بلاد عرب. ولكن اللغة العربية كونها تضم 28 حرف أبجدي يلي لهم كامل المخارج الحرفية، ممكن نلاقي لغات 22 حرف أو 32 حرف ولكن كلها تلفظ باللغة العربية، فاللغة العربية هي اللغة الشاملة. الحرف له أبعاد، فنحن بنشوف هذه الأبعاد الحرفية، لكل حرف لها طاقة. بنشوف الحروف ال 28 موزعة على 8 كلمات مشهورة وكانوا يمكن قديما يعلموها بالمدارس، أبجد هوز حطي كليمون صعيفة قرشت ثخذون ضزغون، 28 حرف أبجدي الموزعة طاقاتهم. بنشوف أول 9 حروف من الواحد إلى 9 أي بالآحاد، يعني بنبلش حرف الألف باء 2 جيم 3 بنوصل عند حرف الطاء 9، بنبلش بحرف الياء، الياء بياخذ مرحلة العشرات بصير رقمه 10. طب شو هو أضعف حرف؟ ما في عندنا حروف ضعيفة، كثير مهم إنه نحن نوجه هذه النقطة. السر بالموضوع انه نعرف طاقاتنا، نعرف طاقات اسمنا، شو بيناسبنا شو ما بيناسبنا. يعني اليوم انا وقت اللي بقول ثابت ممكن يكون ثابت فاشل، ممكن يكون ثابت ناجح، هذا بيعود لانه الانسان يعرف شو طاقه اسمه، شو اللي بيناسبه شو اللي ما بيناسبه، وبتعود لتاريخ ميلاده. من الغلط انه نحن نعمل تعميم كل محمد او كل ثابت او كل زينب بدنا يكونوا متشابهين بنفس الصوره بنفس العمل، لا، بدنا ناخذ كثير حيثيه مهمه. وقت بنشوف شخص مثلا برجه الميلادي عزراء اي ترابي مقتربه بكوكب عطارد، وبرجه الباطني الاسد يلي هو من طاقه الاسم مع اسم الام، صار عندي انا طاقه الاسد اللي بتاخذها من الشمس، العلاقات العامه الاجتماعيه ناجح فيها، بيقدر يعمل طبيعه تواصل مع برجه العذراء يلي هو شخص يعتمد على البرهان والادله من كوكب عطارد. قديش صار هيك حلو. وقت بيكون برجه نفترض هوائي جوزاء او نفترض برج دلو مع برج العذراء يلي هو ترابي متناقض، طبيعه الهواء والتراب، في طبعا علوم اسم ندخل بادق من هذا الموضوع، شو هي طاقه الاسم. وقت انا باخذ طاقه الاسم بشكل عام ليس الحرف الاول فقط، مثلا وقت بنقول مثلا اسم رنا حرف الراء مائة 3 درجات، مثلا النون ترابي، الالف 21 درجه، اذا رنا هي طبيعه ناريه لكن مظهرها مائي، بنشوفها مظهرها مسالم حنون لطيف، ولكن بس نستفز لرنا بتلاقيها طلعت. صحيح. نقرن هذا الموضوع ببرج الباطني والبرج الميلادي. البرج العربي اللي هو يحسب على الاسماء، له كثير مسميات، بسموه الناس برج روحاني او العربي، وبيأثر على الشخص ثابت او البرج الباطني، بياخذ منه الشخص صفات جدا. يعني نحن دائما هلا بما انه باول شهر من السنه الجديده كل العالم كانت مشغوله بالتوقعات الفلكيه لابراجها، لكن دائما بتنصدم كل سنه انه مو كل توقع، لما بيقولوا انه ابشع برج مثلا اي برج انه برج الفلاني ما بيزبط على الكل. السنين الماضيه عن برج العقرب كان المشتري ببرج العقرب، السنه حكينا على برج القوس. كثير مهم هذه النقطه، انه في اشخاص رح يكونوا ابراج مختلفه ورح يحققوا نجاحات، واشخاص من هذه الابراج رح يحققوا فشل. السر بيكمن هون بموضوع الدراسة الفلكية، إذا بدنا نفوت فيها بشكل دقيق بدنا نفوت على اليوم الساعة الولادة المكان، هذا كتير شيء مهم. بنفوت على موضوع البرج الباطني، البرج الباطني كتير بيتأثر وبيتأثر بالحركة القمرية وطاقات القمر وأيام ولادات الأشهر القمرية بأي يوم، كتير مهمة وارتباطها بعلم الحرف. وقت من نربط نحن البرج الباطني مثلا نفترض هلا 2019 دخلت يوم الثلاثاء، كنا نحن
عم نودع فيها ربيع الثاني بنهايه تقريبا 25 يمكن كان هله القمر، هذه كلها بتاثر هذه العوامل على طاقه الحروف والابراج الباطنيه اللي بتكون او الابراج العربيه خلينا نسميها يلي بتكون كل شخص بيحملها. فلهيك بنشوف فيها في تغيرات كثير مهمه. برج القوس السنه كثير قالوا عنه محظوظ، طبعا ربطوا الموضوع بكوكب المشتري موجود بالقوس، ولكن مو بالضروره رح نلاقي كل مواليد البرج يكون ابدا مو كلهم، بدنا ناخذ كثير مواضيع، والاهم انه نعرف كل واحد يعرف هو طاقته، لانه بالنهايه الانسان هو من يصنع حظه. صحيح. اول مفتاح لحتى نقدر نحن نصنع حظنا، ما بدنا نخلي يعني ما بدنا الاشياء الاخرى تاثر علينا او نحن نتاثر فيها انه فلان حظه تعيس، هذا الشيء بيعمل عنده تردد سلبي كل العام. تماما ثابت. يمكن في كثير من الاشخاص مدمنين خلينا نقول جداً يعني يمكن ما في حدا بيتحرك بالحياه غير ما انه قالوا اليوم حسب لي اعمل لي غير اسمي غير حرف وبغيروا حروف، ما يدلعوك هيك، خليهم يدلعوك هيك. على شاشة الإخبارية يعني شو بقول لهم انا هذا الموضوع كثير غلط، لا يكون اولوية لا يكون ادمان، لانه هذا الشيء انت رح يضعفك كثير. وتغيير الاسم رح حتى بالعلاقات حتى تغيير الاسم ما هو صح. ليش نغير اسمنا؟ هذه اسمها شماعة، كل ما فشلنا بشغلة بنجي بنعلق عليها أخطائنا، او بنيجي بنقول والله اسمنا ما بيناسبنا أو اسم امي، هذا الشيء غلط. ليش لا ما بروح الاسم امي قال انا بغير حالي انا بغير طاقتي، بعرف مثلا انا اسمي ثابت، حرف الثاء شو طبيعته؟ هوائي، الالف نار، عندي التاء الباء والترابيات، شو بيناسبني شو ما بيناسبني من اعمال قرنته ببرجي، فصرت اعرف شو بين انا شو بحب شو بيناسبني، وين بنجح وين ابنجح. مثلا انا ما بنجح بالتجاره، بالاعمال التجاري ابنجح، بنجح باعمال مثلا اجتماعيه اكثر من الاعمال التجاري، عرفت شو بيناسبني انا. ليش لا اروح اغير اسمي؟ بغير انا طريقه عملي. وكثير من نقطة مهمة أنا بربطها بهذا الموضوع دائرة الأصدقاء، لأنه دائرة الأصدقاء هي دائرة فلكية تدور حول الإنسان، يعني بياخذ القوة والطاقة من الشمس والقمر اللي هي محور العائلة، الأب والأم والأخوة، والكواكب أنا بعتبرها اللي هي عند بتدور حول فلك الإنسان هي الأصدقاء. وقت اللي بيكونوا أشخاص فاشلين، مشاكلهم كثيرة، دائما متذمرين، عاطلين عن العمل، راح يأثروا على هذا الشخص. اما وقت نحن بنبلش نغير ما نكون محجوبين باشخاص طاقتهم سلبيه فقط، عم يسرقونا طاقتنا، بخلونا نندمج بمشاكلهم. يعني نحن السر يكمن بالانسان ذاته، بس تغير نفسك رح كل شيء رح يتغير حواليك. نعم. لا تغير اسمك، دور على مكامن القوه عندك، نقاط الضعف سكره، مفاتيح التعامل مع الاخرين. نعم ثابت. يعني في اسماء ايضا خلينا نقول هي دينيه وقويه يسمى بها بعض الاشخاص، وحتى بيقولوا انه الاسم كثير ثقيل على الشخص. حتى هلا في دارج لما يكون اي حدا بده يفوت على علاقه ارتباط زواج او خطبه كثير عم يحسبوا العالم لبعض، هل فتح الاسم بكثير بالتكرار بياثر على طاقته؟ وخلينا نعرف هل صحيح التوافق بين الاحرف؟ هل في احرف مذكره مثل ما بنعرف احرف مؤنثه؟ شو هي طاقتها؟ في طبعا احرف مذكره، بس ننبه بس موضوع التوافق، المشكله انه نحن عندنا بعض القوانين، بدنا نرجع القوانين العلميه، طبعا هذا العلم متوارث وموجود من الاف السنين ومنتقل، وكل شخص ممكن حسب معلوماته، ما انه مانو اكاديمي هو مانو مدرس، فكل انسان حسب امكانياته. وقت اللي انا بدي اجي اقول لشخص انه ما في توافق بينك وبين فلانه، انا هون بكون ما اخذ قرار عنه ممكن اذيهم هذا الموضوع. صحيح. انا برايي الشخصي التوافق بيصير اذا ما كانت، طبعا في عندنا قاعده، لنفترض ان احنا بناخذ ارقام مع بعضها، اذا كان برج الباطنه اسد وبرج الشريكي برج الباطنه نفترض جوزاء، بيجمعوا وبيصير الرقم 8 انه ما في توافق، او الرقم 9 ما في توافق، او الرقم 6 ما في توافق. طيب هذه نقطه، لكن في عوامل ثانيه بدي اخذها انا بالتوافق، في برج ميلادي، في طاقه الحروف، في نوعيه الكوكب، الاثنيناتهم مرتبطين فيهم، فانا بقدر وفق بيناتهم من خلال انه انت نقاط قوتك، انت شخص عجول غضوب، عندي غيره زايده، الشخص الاخر ممكن يكون بارد، بدنا نعمل نحن كيف بدنا نوفق الامور، بده يصير في وسطيه بالموضوع بين بعضهم، نقاط التفاهم بيشتغلوا عليها بيعيشوا حياه سعيده. بالمناسبه كثير اشخاص اخذوا بعضهم ارقامهم كانت ممتازه وصار انفصال وطلاق. صحيح. والعكس كمان صحيح. ما له مقياس. موضوع النصيب يختلف عن التوافق. أكيد. نصيب بايد رب العالمين. التوافق من خلال نحن ندرس التوافق من خلال طاقه هالاسماء مع بعضها، الاسم مع الاسم، الحرف الاول مع الحرف الاول، البرج الباطني مع البرج الباطني، البرج الميلادي مع البرج الميلادي، مجموعه دراسات رح نلاقي فيها اقل ما ممكن نلاقي 60% اشياء تجمع بين الشخصين. نعم. لذلك هذه مسائل انه نحن نقول لشخص لا ما في توافق بينه وبين فراء، هذا الحكي ما مبني على قاعده علميه. صحيح. الحروف المذكره والمؤنثه بكل شخص موجودين طبعا في لها تركيبه، هي كانوا يقولوا العلماء انه مثلا نعطي الحرف الناري انه مذكر، الحرف الهوائي
كمان بياخذ صفه مذكر ترابي، والمائي بياخذ صفه مثلا المؤنث. الترابي مؤنث، الهوائي مذكر. فالقاعده هذه ما كثير كانت ناجحه، لانه ما فيها اخر شيء بدي اوصل انا لمعادله. فعندي معادلتين مثلا حتى اعرف الحروف الناريه انا، من ضمنها في جمل اسمه جمل ايقظ، يلي هو بياخذ الحروف مع تسقيط الاصفار تبعيتها فبيطلع نفس الرقم. مثلا حرف الالف 1، الياء 10، لغي الاصفار 1، القاف 100 بالجمل، لغي الاصفار بصير 1، والغين كمان الف بصير 1. هذول عتسمون مذكر المذكر. وبنمشي بالمعادله فراح لاقي انا شو الصفات بتكون الحروف المذكره وجودها مع عند الشخص. طبعا بتعطي حالي مثلا بتشبه الذكوريه، حب الاعمال الخارجيه، نوعا ما بدي خلق من الاشياء اللي بدها تكون بدها تقنيات. حتى لو انثى فيها حروف مذكره، انثى فيها حروف مذكره بتلاقيها بتميل للعمل خارج المنزل. بتكون عندها تعبير عن رايها اكثر. طبعا هذه نقاط نفترض ايجابيه. شو اللي عند الانثى النقاط ايجابيه؟ عندها صبر اكثر، عندها تحمل اكثر. في اشياء احيانا الرجل بيفقد اعصابه فيها. هلا رح يحبوك كل السيدات اللي عم بيشوفوا. تماما. الانثى تقدر تنظم اكثر. المذكر الحروف المذكره ما كثير عندها تنظيم. طبعا الحروف المذكره اكثر، بهنا 16 حرف، بينما المؤنثي بيكون 12 حرف. ولكن له نظام. بنلاقي شوف الحروف المؤنثي بالاحاد بيطلع رقمهم 20، بالعشرات 200، بالالف اذا بناخذ حروف على القاعده العلميه بيطلعوا 2000 بينما المذكر 25 بالاحاد، 250 بالمئات، بالعشرات 2500 بالمئات. في له نظام وبياخذوا نفس الحروف مع لغي الاصفار. فبنلاقي انه في عندي ميزان انا لهذا الموضوع لحتى اقدر انا اقول هون حرف مذكر مؤنث. وطبائع الحروف اللي هي موزعه على 4 طبائع، نار هواء ماء تراب، كل طبيعه لها 7 حروف. طب هلا خلينا نبدا بمثال حي، انه الزين واللام، خلينا ناخذ هدول الحرفين مثلا. طبعا بطاقة الاسم نحن هلا من بطاقة الاسم الحرف الاول هو لا يكفي ولكن راح يكون مؤثر. حرف الزاي هو حرف هوائي، بيعطينا طبيعته، شخص بيحب الزينه، بيحب الروائح الطيبه، بيحب عنده نوع من الخجل نوعا ما، طاقته ما بتخرج الا وقت بالوقت المناسب شوي. صحيح. طيب. شوفي الطبيعة الهوائية دائما هي انه خلينا نشبهون اشخاص. وإذا برجه هوائي شو بصير؟ إذا برجه هوائي تحت الهواء بيلي. إذا طبعا الطبيعة الهوائية عندها خيال واسع، عندها إمكانية، بنلاقيهم روائيين كتاب، عندهم حتى ممكن قريبين لمشاعر بيحسوا فينا. الطبيعة المائية عند حرف اللام مثلا موجود عندي. وعقرب. كمان مائي. طيب بس أنت معرفت حالي. مثلا هلا نحن آخر حرف باسمك ألف. 21 درجة نار، أنت اسمك ناري، بس شو مظهرك؟ مظهرك مائي، المظهر المائي شو بيعطي؟ بيطفي النار. بيعطي اطمئنان، هدوء، سلام، طير وديع، شو ما عمل هذا الشخص بيضل عنده براءة الطفولة. بس عندي هذا الحاجب إذا ارتفع يا هذا المظهر، هذا المظهر، ولكن حرف الألف شو عم يعطينا؟ أنت اسمك ناري ولكن مظهرك مائي. إذا كان موجود عندك العقرب أكيد رح تاخذي من طاقة المريخ، لذلك الشخص ممنوع الاغتراب. نعم. طب بس قبل ما نختم بس بدي اسال شيء، يعني كثير بدنا نحكي على الالقاب، مثلا ام فلان، ام كذا، يعني انه انا عندي اسم ليش بعيطوا ام كذا ام كذا ام كذا، هيدا الشيء بياثر على الشخص. وايضا الاسم المنادى مثلا لولو، سوسو، ما الدلع. ميمي. تماما. هدول الاسماء اللقب جميله جدا الدلع. لانه هي اختيار هذا الشخص. وام كذا ومثلا ميسيو السيد طبعا كلها بتاثر، بس هذه العوامل كونه نحن كونه هي العوامل باختيار هذا الشخص، اذا هو عم يجد نفسه بهذا الاسم يعطيه يمنحه القوه. وقت بنقول لفلان ابو العز او بالعبد او باسم ما هو هيك بحب، فبلاقي قال التعريف كمان قوي ممكن هيك؟ فبلاقي حاله. وقديما فعلا كل شخص قديما تاريخيا بيعطي لحاله لقب او بيغير ممكن اسمه بالالقاب باختياره هو له، هو بيشعر حاله هون موجود، بيعطيه بيمنحه القوه كونه اختياره. لكن اسماء الدلع تختلف. انا وقت بدي دلع حدا صغير هلا سوسو فوفو غير مثلا سبوتي او عبودي، او في عندي ياء وفي عندي واو. بنعطيه حرف الياء مثلا اذا للرجل رح نضعفه كثير غير الانثى، لانه فيها ياء ملكيه، انا انت ملكي انت الي، فمع التردد بيصير هذا الشخص يضعف امام الشخص الاخر. ولكن عند الانثى لا، هذا الشيء بقويه. وقت بنقول مثلا لانثى دلع الاخير بنحطه مثلا ياء، في ياء ملكيه. هلا السوسو والفوفو حرف الواو الاخير كونه طاقه ترابيه وهو حرف مستقل غير متصل كحرف الزاي والراء، شو رح يعطيه؟ رح يعطيه عناد. هذا الشخص بده كل شيء له، هذا بالمستقبل كثير بده يعذبنا. أيوة. بده كل اغراضه تجي لعنده حتى وبيكهن بهي الطريقه. يا بنعطيه اسمه الحقيقي
لحتى يقدر يستفاد منه. ولكن بالنسبة للدلع ما نفيد فيها نحن، للأنثى جيد، بس إذا المرأة بدها تضعف الرجال عندها أعطيها صورة فلان ثابت سبوتي محمد حمودتي. ليك أنا بجمع الرجل، أنا بجمع لا يا مساء، أنا بقول لي وشاد ننصح نحن ننصح النساء إذا بدكم تدلعوا جوازكم تنبسطوا بالقصة هذه. نعم، خلينا بالختام نحكي لكل هلا حدا كمان عم ينتظر بيبي وكتير قائمة من الأسماء أو الحسابات توافق، شو بتنصح كل هلا اللي بدهم كمان يسموا اولادهم الصغار هلا يلتجئوا او يلجأوا لحدا خبير بعلم الاحرف والطاقه؟ سؤال كثير مهم لانه عم نعاني منه، انا بتمنى توصل الفكره بشكل صحيح. الشغله مو بالاسم فقط، طبعا نحن في وصايا يعني انه الانسان المفروض يختار لابنه اسم حديث مناسب لعصره وزمانه، وهذه اماني برقبه الانسان انه يحسن امانته وتسميت ابنه لانه هو راح يعمله. ولكن مو المشكله نحن ما عندي المشكله انا باختيار الاسم. ممكن نحن في اشخاص بانه هذا الاسم قوي هذا اول شيء اكيد السلامي، ولكن الاسماء ممكن يكون في عندنا عده خيارات بالعيله انه مثلا ثلاث اربع اسماء، دائما ياخذوا الاسماء الخفيفه القريبه يعني موجوده، ولكن ما يحطوا ببالهم انه في اسم بيجيب النحس. هذا الحكي ما مرفوض، مرفوض تماما، ما في اسم بيجيب النحس. وناخذ بعينه اجتماعيه راح نشوف، نفترض اسماء اشخاص ناجحين بيقولوا مثلا حرف النون او الطاء المربوطه باخر اسم سيئه، لا حرف التاء المربوطه ليش ناخذها انه هي عامله انه بتربط الاشياء، ليش بنقول انه هي دائره مغلقه بتعطي الانسان ثقه ودائما لا ما بيطلع منه الا الشيء اللي هو واثق منه، يكون قليل الاخطاء، يكون قليل الاخطاء. ناخذ مثلا بعض الاشخاص مثلا همزه بنهايه الاسم او هالمسميات كلها لها طاقه، فالاسماء والحروف بس نحن نعرف شو طاقتها شو بيناسبه. بس كنصيحه معينه بقدر يعني اوجهها، غالبا اذا حدا بيعرف يحسب البرج الباطني ممكن ياخذه ويقارنوا مع البرج الميلادي من خلال يكون طبائع متوافقة. يعني الترابي ما بده هوائي، المائي ما بده ناري، ليش ما بناخذ للترابي بنعطيه ترابي بنعطيه مائي مكمل لطبيعته، النار والهواء جيد، ما تكون طبائع مختلفه مشان نخفف بس موضوع المزاجيه. اكيد نعم ثابت، لكن يعني مع هالحديث نحن كثير بنتمنى انه الناس يكونوا استفادوا، اكيد ناطرينك بحلقات جايه لحتى نفسر اكثر ونتعمق اكثر بعلم الارقام، ما حكينا عنه لانه بس حكينا عن الاحرف، وناطرينك بحلقه جديده وان شاء الله يا رب كل حدا يكون من اسمه نصيب ونصيب حلو وغير شكل. ميرسي لك. شكرا لك يا ثابت، واكيد بالحلقات القادمه رح نحكي اكثر ونفصل هالعلم اللي هو صار علم العصر خلينا نقول. أكيد. ان شاء الله هيك، كل التوفيق لك كمان. شكرا لوجودك.